الشهيد كان مع الشباب يراجع من المدارس اول شيء، وهجموا الجيش مره واحده، فتخبى شاب ورا صخره فرفع راسه جند قناص في العماده، ترك الرصاص مطاطه كاتله في راسه وخش جوا راسه، وشاب عملوا العمليه في الجمجمه فهم علي، وطلعوا جزء من دماغه، ورد فتره عاش على الاجهزه فهمت كيف، ويعني موت سريري. في مخيم الجلزون نجلس وننتظر اي خبر سيء في اي يوم واي لحظه نتيجة اعتداءات المستوطنين اللي جاثمين في مستوطنة بيت إيل، وكذلك اعتداءات الجيش الإسرائيلي اللي لم تنقطع أبدا، يوم يوم في اعتداءات على المدارس على المخيم، وهذه الأخبار يعني تتوارد دوما. فخبر استشهاد فارس لم يكن غريبا على أهل مخيم الجلزون، لأنه له 67 يوم مصاب وكان في غرفة العناية المكثفة. خلال سنتين تقريبا في 6-7 شهداء، في حوالي 30-40 إصابة، غير إصابات المطاط يعني إصابات بالحي برصاص الحي بيستهدفوا شبابنا بجريهم بالركب وبالمناطق العلوية من الجسم. طبعا هذا استهداف مباشر لشبابنا، هم بيعرفوا أنه المخيمات هي بؤر ثورية، وعلى هذا الأساس بيحاولوا يخمدوا أو يستهدفوا شبابنا بأي وقت. يا فارس يا بن عمو.